نسمع جا عندي صاحبي ويقول لي راه كاين واحد لوكاسينغ يدار في المدرسه في القصبه راه تولي مدرسه وطنيه ديال السيرك. اول مره ملي شفت السيرك تنقول ماشي بصح غير خايف، نحسب بحال الحريه. كنعبر وكنفكر كيفاش نمشي مع التيسو. واحد النهار كنت دايزه بحال هكا لاكروباسي، بديت كنشوف واحد البنت كدوز التيسو ويقول لي الا بغيتي توصلي لتما خصك دوزي من هنا، وبقيت غادا بشويه 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 توصلت. فهمتي؟ انتي ما تكروازيش، خلي ديما هادي الفوق، خليه واحد مازال انتي كتقلبي على راسك تهبطي، خليه هو يهبط، علاش كتقلبي على راسك كتبغي تنزلي انتي؟ علاش؟ خليه يطيح، خليه هو يحط، خليه هو يحط، مازال دابا هو يهبط معاك، هو خصو يحط، انتي باقا في السما وكتقلبي على راسك تهبطي. ما كنتش عارف انا شي حاجه من غير اللعب بالزاقة، بان لي السيرك بحال شي لعبه غادي نمشي نلعبها. حتى دخلت للسيرك وبديت نلعب، عاد قالوا لي راه تدير سيرك، هذا رسميتي السيرك، عاد عرفت بانني كنت تدير السيرك انا ما عارفه شنو هو. تكونت دابا مدرسه وطنيه، كانت هي اصلا الجمعيه اللي كتعاون الاطفال الوطنيه غير مستقره. مني تعرفت وبدينا بواحد التورني صغيره اللي ديال البرطال اللي كنا خرجنا بها، وهذه كانت عطات هي الحمد لله الثمار ديالها والنتائج ديالها. صورات وصلت المدرسة الوطنية. بزاف ديال الحوايج خاصك تصبخ راسك بعدا الا بغيتي، الا بغيتي تكون فنان ديال السيرك. يعني غادي تخرج مع هذوك الفنانين الاولين اللي غادي يكونوا يعني اللي غادي يهزوا الدرابو المغرب، راه شي حاجه زوينه بزاف. Ils vont accéder à un diplôme qui sera un diplôme d'État. Ce diplôme, naturellement, devrait conduire à une insertion professionnelle. Pour nous, l'équation à résoudre, c'est à la fois de les former au mieux, en même temps de préparer le secteur professionnel en existant comme des producteurs de spectacles, finalement, et en montrant que l'image du cirque au Maroc est en train de changer. On amorce un projet de création qui est une production quasiment 100% marocaine. Le propos de ce spectacle, c'est Isli dit Islit. Ça va être une grande tournée dans le Maroc. Je vais faire une modification de tout le monde. Je vais faire une modification de tout le monde. Je vais faire une Zakaria. Je vais faire une modification de tout le monde. Je vais faire une modification وتعقلتك ما عرفتش شديتكم بجوج شنو قلت صدقتي درتي لي داكشي اللي قلت لك ما كيتداش ياك كاينه ولا لا قلت لك بروفيسيونيل واخا كيكون ما عرفتش شنو هذيك كيجي لا سين ديك النهار تعدت معاك انا في لابيج. المهم القصة ديال إسلي وتيسليت هي واحد القصة مغربية، قصة حب روميو وجولييت داتلس، اللي هو إسلي من واحد القبيلة مختلفة على القبيلة ديال تيسلي. جوج قبائل كان بيناتهم واحد الصراع، ديك العداوه اللي ما بين جوج دوك القبائل انت خليهمش يتزوجوا، كيحاولوا باش يديروا مستحيل باش يتلاقاو، مي واخا هكاك ما كيتلاقاوش. كل المشاكل كامله اللي طرات بيناتهم نضرب شي واحد الجبل متقاربين بداو شي يبكيو، بقاو تيبكيو يبكيو يبكيو تعمروا هذاك اللاك، هما يغرقوا بهذيك الدموع ديالهم ويموتوا. انا الدور ديالي تيسليت صغيره، انا اسلي صغير، كيفاش كان اسلي صغير تيبغي واحد اسلي يتزوجوا ويديروا علاقة والفقيم ما خليهمش.
تجمع عليهم الدوار ديال الدوله. انا هو الفقيه، انا هو الشرير، انا هو الشيطان. الفقيه هذا كما كنقولوا فقيه الظلام، استغل هذاك الشيء كامل واستغل الثقه ديال الناس، وماشي هي الثقه ديال الناس، حتى الجهل ديال الناس، وخدموا المصالح ديالو الخاصه. انايا من هذوك الناس اللي مثلا ما كنحملش انا الفساد في البلاد، ما كنحملش شحال من حاجه في هذه البلاد. الوغ عندي مونار اللي هو السيرك، عندي لا كاليتي كوربوريل، عندي بزاف ديال الحوايج يمكن لي نكري ان سوجي اللي يكون هذا لو سوجي ديال دابا ديال هذا الوقت هذا، ونكريتيكيه بما فاصون ديالي. الى لقاو عامل يديروا شي حاجه واعره غيديروا، لانهم بهذا المفهوم هذا رجال وعندهم ما يقولوا. ماشي حنايا الناس ديال البريستيج، حيت حنا علاش؟ اول حاجه شعبيين، داكشي اللي قاصح عارفينه مزيان. ما كنتش كنعرف السيرك، عزيز عليا صبر. كنت كنجري انا وبابا، كنت مع دارنا كانت عندنا شي مشكل، ومن بعد مشيت نبيع انا وماما. من موراها ماما ماتت وانا نجي لهنايا، جابوني ما لقاش شي مهنه من غير السيرك. مرتاحه تلقى راسي مرتاحه فيه، تنقص مني شي حاجه، فهمتي؟ ما يمكنش السيرك دابا يا ولا في دمي. ملي دخلت للسيرك ولا تبدلت في العقل ديالي، وتبدلت انا كامل تبدلت. ما نقدرش نقول لك شنو كنت ندير قبل ما ندخل السيرك. من الاحسن تبدل، حيت التجربه اللي كنت فيها في الاول شويه خايبه. اول مره غادي نخرج في التوغني ديال السيرك لمده ديال شهرين، وفيها عده مدن متتاليه. وي تنفرح اللهم يتعلم شي تعلم زوين، ما خرج فيه لا بليا، ما خرج يدير شي حوايج خايبين، ما خرج غادي نيشان. الا ما خرجش على برا وكبر راسو بشهرين وعام وعامين، ما غاديش يكون راجل، ديما يبقى معتمد عليا وعلى سيكو وراسو باش يعتمد. لا بروميير طوني او ماروك ديال الناس مغاربه كيديروا السيرك، شي حاجه زوينه بزاف. انا فرحان حيت انا من هذوك الناس. واحد المره قلت له هذا راه سيرك مغربي ولاول مره في المغرب، قال لي تتخربق، فين غادي توصلوا بهذا السيرك هذا؟ والبلدان الاوروبيه بعيده واصله في هذا الشيء هذا، وانتم هي العبادين، كيفاش غادي ديروا وتوصلوا؟ الجواب ديالي قلت له راه واخا البلدان الاوروبيه واصلين، ان شاء الله حنا بهذه الخدمه وبهذه العزيمه هذه حنا غادي نفوتوا، لحقاش حنا ترجينا الغيره على البلاد ديالنا، وحنا بغينا الثقافه ديال السيرك تدخل المغرب. السيرك هو كل شيء دابا، تيبان لي هو با ومي. عايش معاهم عائلة واحدة، نبقى فيه ما نعاودش نخرج منه واخا مع شنو يوقع. كنت غادي نخدموا العرض ديال اسلي دي تيسليس وشويه ديال تماره، ولكن ماشي مشكل بسبب العمل. حلي هما صحاح كيبانوا ليا صحاح، ومقلدوا انت تبان لي فورمه ديالي بحالهم، واخا هما تيقول لي شو انت راه رقيق واعر
تتبان لي انا الفورما عادي، بين انا ملي تنشوف راسي في المرايه تتبان لي شي حاجه. Nous, on organise un projet qui est pionnier, qui est pilote. Donc, évidemment, la pression, elle est très forte. Elle est forte pour nous vis-à-vis de l'extérieur. C'est la pleine saison. Tout le monde nous dit qu'il y a une avidité de spectacle. Donc, j'espère qu'effectivement, on va avoir chapiteau plein tous les soirs. اول عرض يعني كنشوف الحاله ديال لي زابرونتي كيفاش غادي تكون وكل واحد وكنحاول نلقى طريقه باش نشجعهم. فوالا هبط دابا يديك شوف ما تزربش ابراهيم خليه معاك يلا سير عنده ابراهيم حتى الاول هكذا الا طلعتي طويل غنضربك انت انا واش ما تفهمش معايا واش تفهم معايا نحيدو حتى هي واحد الخطا انت اللي ما تفهمتيش معايا مش انا اللي ما تفهمتش معاك زاد نخرج لا تورني ما كانش شي حاجه سهله ما كانش سهله واحد لا سونساسيون ديال الخوف بزاف ديال شي ما شي حوايج ما مرنا ما ما, ما, ما عشناها تعود تخلي بهذا السبل ديال انت فماك قدي وخلاص تفليا في الاخر كتبقى غير تفلا انت حدا راسك هجر عافاك ما بغيتش ندبز منك لا واش كتفهموا لا لا سيزاش خليها شوف 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 غير راه هذا الشيء غير انت كتعصب راه بسيط بسيط بزاف غير انت كتعطيه من الحبه قبه كتعطيه واحد التوتر ما يستحقوش عطيه لمو تجي بحال الطير بحال شي شي ما عرفت منين شوف انا هو المحل منها صافي اذا نهضر معك تكون سونطرا معايا في الخدمه العوامل الخارجيه ديال اش كيقول عليك هذا واش يقول شي جو دريس قول ضروري تسعودي وجد لي كل شي جينيرال زير ارتاح وجينيرال ما شغليش اللي عيان ولا اللي ما عيانش ولا اللي مات ليه معدتو ولا مات ليه قلبو ولا مات ليه ارتاح ما يوجد الكوستيم كل شيء ما كاينش ما سمع حتى شي واحد هانتي باش تقول ما قلتهاش حتى واحد ما سمح له يكون نسى شي اكسسوار ولا شي تخربيقه صافي شكرا لا شكرا على وجهك غادي نكون متوتر من الناحيه ديال البيبليك كتجونغلي كتخاف شي حاجه لا طيح لك كتخاف مثلا دير شي موفمون اكروباتيك ماشي هي هذيك
هادشي يكون سالا قبيله في الفيناج ديال الثلاثه ديال الثلاثه. خصني نشوف المشكل اللي غيكون ديال البروغرام ماشي ديال الانستالاسيون. واش غتخلي حتى الغدا في الصباح؟ واش دابا كنت كتجستيفي ليا بالغوبور الوغ كو نورمالمون راه دابا غير غدير راه غير غتخربقها دابا. دابا غدير لينا خليك بلان فو وغنريبيتيو الزمر ديالنا وعافاك كلشي خرج عليها بسميتو من هاد الشيء تكنيك كامله. غيبقى غير جوج هنايا لا غيجي وصافي. الا كاين شي حاجه ما تدار ماشي شغلي نوي بلونش ولا زمر خصني الزمر ديالي يكون واجد. وكنت كنسكت على هاد التراب وكنت كنسكت على هاد التراب وتا واحد ما كان ذكي عمر شي واحد. وتسمعكم الديسكور ديال راه بروجي امبورتيوه كاملين ترضى يتقال علينا كمونيين تنوصلوا هاد الحاله هذه عاد نوض 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 كحماش وصل هاد ليطا هادي. On s'est dit, bah, ça fait partie de l'éducation du public. 20 dirhams, c'est 1,80€. C'est déjà une somme. Mais en même temps, tous les artistes qui travaillent sont payés sur le temps des représentations. Et tous, avec cet argent, nourrissent des familles qui sont derrière, arrivent à survivre, répartissent, font des économies, arrivent à continuer à travailler et à s'entraîner les mois où ils ne sont pas payés. فاش كنعطي لشي واحد لافيش تيبان ليا مهتم وغادي يدخل للعرض ما غادي يشوف هاد لافيش هاد السيل هذا غادي يدخل. انا احساس ديالي قبل ما يبدا العرض تحس براسي تحس بواحد الفرحه كبيره وتحس بحال الشمس غادا تغرب. This one two yeah e and this يعني قبل ما كيكونش على السيرك يعني ما كانش عندي واحد الفكره اننا نمشيو للسيرك اننا نشوفوا السيرك يعني وجينا نشوفوا بها نشوفوا هذا العالم تاع السيرك داير ونشوفوا نتعرفوا عليه عن قرب. مثلا شي نمر ما تاكلش ديك الدائره في العافيه هكذا يعني مثلا غيكون تشبه العروض الاوروبيه ما كنظنش انه مغرب. جوج دقائق لاصين صافي بحال تنولي تنحلم صافي تنسى داكشي كاع اللي في راسي تمشي لي كلشي. تحس براسي ما كاينش تبقى ندير داكشي اللي باقي عاقل عليه في السبيكتاكل صافي توقع غادي مع سبيتاكل غادي مع الدرجات حتى تنسى حتى تحس براسي صافي ساليت.
كتكون سيغ سير كتحس بواحد الفرحة، وخاصك تبقى دائما مكونسونطري على هذاك الشيء اللي كدير، وكتحس بواحد الإحساس زوين. يعني راه الجمهور كامل تيشوف فيك، الجمهور كامل عطاك واحد النظرة، راه شيء بحال هذا زوين بزاف. انا كنبغي لو سيرك بوغ موا سي اميتي، واحد لو ميتي لي فريمون ساكري. علاش؟ لان كتعطيك لا بوسيبيليتي تهضر كيما بغيتي. عندها شي حاجه مغربيه وتكون شي حاجه ديال بصح اللي كتفيق فيها الشعب وكتفيق فيها بنادم، وتكون عندها ان بوت. في هاد العالم فاش مثلا نكونوش نلعبو تنحسو براسنا عادي، كاينه فاش كتكوني كتلعبي من زوزه سما وكديري شي فيغور مزيانه وعارفه ليها وهاديك شي، كتحسي براسك مرتاحه بحال شي حمامه تاخدي الحريه ديالك. الحريه جدا، يعني تخطى جميع الحدود، مفهوم جميع من يعني اي واحد اي منطقه في العالم يمكن يفهم هذه الاسطوره المغربيه، يعني هائل جدا. وشكرا بزاف. عجبنا كل شيء الحمد لله، عجبنا عطاو عطاو كثير، ما زوين داك الشيء مفرح. سي لا بروميير فوا باش نشوفهم انا كيدير هكا، وديجا دابا ما تيقدرش تقول واش مغاربه واش مشوفه، ولكن فعلا ملي كيهضروا بالعربيه راه مغاربه. سي ديما مغاربه. J'espère qu'il montrera année après année que ces gens, quand ils seront sortis, seront très demandés, vont travailler. Et que les suivants, eux-mêmes, avec d'autres spectacles, vont faire leurs armes et seront capables ensuite de faire rayonner l'image de ce projet et l'image du Maroc au sein de ses frontières et à l'extérieur de ses frontières.